جمهور واهلي الاعزاء، الله يعطيكم الصحه يا ربي. راح اكون متواجد ان شاء الله في لندن يوم 13/10 في حفل عشاء خيري راح تنظمه الانوروا مع مؤسسه اللي هو مسلم تشاريتي. بتمنى من جمهوري في لندن انه يشتري تذاكر هاي حفله العشاء ويحضر العشاء الخيري، لانه ريعه راح يذهب لاهلنا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وغزه خلال فتره الشتاء ان شاء الله. بتمنى من كل الجمهور وكل اهلنا واحبتنا انهم يكونوا في هذا العشاء ويشتروا هذه التذاكر، لانه ريعها حيروح لاهلنا في مخيمات اللاجئين في سوريا واهلنا في غزه. وانتم بتعرفوا فتره الشتاء للناس اللي بيوتها مهدمه والوضع صعب. بتمنى يا رب انكم تكونوا متواجدين، يعني هذه خدمة بسيطة منكم لأهلنا في مخيمات سوريا وأهلنا في غزة.